يابا بلا في وحده فقيره ومعتره عم تترجاني ساعدها. يا فقيره ومعتره عم تترجاكي حتى تساعديها؟ ليش تركتيها واقفه برا مع من امك؟ يا مو بس مو ابي الله يطول بعمره نبهنا نلزم الحيطه والحذر من الفايت والطالع لعنا. لك امي خطي خطي، مو انت عم تقولي انها جوعانه؟ يعني شو اعمل هلا؟ دخليها لك امي دخليها، لانه الحسنه بعشر امثال عند رب العالمين. يلا امي روحي الله يرضى عليك. روحي ثلاث اربع سنين ما اقدر اكل. يو شو هالحكي؟ ليش بقى؟ وين بدي اكل إذا ما عندي لا سند ولا ولد ولا حدا ودايرة بهالحارات من قرنة لقرنة؟ شلون يعني مالك حدا؟ طيب وين أهلك؟ وين خلانك؟ قتلوهم الفرنساوية وما خلولي منهم حدا، تركوني لحالي مثل عرق زريعة بمصفق هوا، بلاد تاخدني وبلاد تجيبني. ولي على قامتي عليكي، هلأ الفرنساوية قتلوا كل أهلك وكل قرايبينك؟ إيه يا خانو، الفرنساوية مو بس قتلوا أهلي ومعارفة وخلاني، الفرنساوية قتلوا البشر والحجر وما خلوا منهم حدا، الله لا يوفقه. أنت منين يا عزمية؟ أنا من جبال القلمون يا ستي، بليلة من الليالي دخل علينا عسكر الفرنساوية وذبحوا الكبير والصغير والمقمط بالسرير. يا ساتر يا رب. يعني قلوا أهله معارف ما بتشنطط هي الشنططة ومد ايديه للعالم. طولي بالك لك اختي، طولي بالك. امي عاوزتك شوي من بعد اذنك. يلا امي يلا. طولي بالك وروقي. كفي اكلك يلا. شربي كاسة الشاي. خير ميمي؟ شوفي امي شو رايك اذا خليناها لعزميه عندنا هون بالبيت؟ بس والله يا ميمي انا يعني بخاف ابوك يزعل ولا يتضايق. بالعكس امي، ابي بيفرح بهالشيء لانه من يوم يومه بيحب الخير. ميمي انت هيك بدك؟ يعني بركي ان شاء الله الله بحسنتها بيرفع البلا عنا. وانت ست اللي عارفين امي، صدقه صغيره بتدفع بلاوي كبيره. مزبوط حكيك تقبريني. شوفي لحنا مخلي عزميه عنا، بس لازم بالاول ناخذ موافقه ابوكي، هيك الاصول. خلص مثل ما بدك، مع اني متاكده انه ابي رح يوافق ان شاء الله. وبيني وبينك باين اخواتك حبوها، عم ياخذوا ويعطوا معها كثير. ايه خطي هي ظريفه وسمحه وبتفوت للقلب بسرعه. ايه والله مسكينه. يلا تعالي. كلي لك اختي كلي، كفي اكلك يا ميت اهلين وسهلين. كتر خيرك. خير الله يا ميت اهلين وسهلين. امانه بتاكلي صحة وهنا يا ميت أهل وسهلين. خلص طولي بالك، طالما نحن حبيناكي وانتي حبيتينا قررنا نخليكي عنا. كيف يعني يا ستي؟ يعني رح تعيشي معنا هون بالبيت. عم تمزحي يا ستي؟ ياهو والله ما عم امزح. شلون؟ مو انتي قلتيلي انك مالك حدا وعايشة بالحارات؟ ايه وبيتنا كبير وواسع وما عند غير هالصبايا الثلاثة وهالطفل الصغير. سعرك؟ بسعرنا مثلك مثلنا. بصلاة محمد عم تحكي عن جد يا خاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عن جد عم بحكي لك اختي، ما عم بمزح. يعني انا بده يصير لي قرني للنوم واكل وشرب بدون مذله ومهانه الناس؟ انت رح تعيشي بيناتنا معززه مكرمه ان شاء الله. روحي ربي يجبر بخاطرك وما يحيجك لحدا، وانا بوعدك اني اخدمكم من عيوني من جوا. يو شو تخدمينا ما تخدمينا؟ عم اقول لك رح تصيري وحده من اهل البيت. بنتي شو رايك كمان شوي تروحي هيك بدنك وتنامي لك ساعتين ثلاثة؟ لا الله يخليكي خليني بيناتكم، بعد هالاستقبال الحلو هالكلام ما عاد اجاني نوم، مع انه مهدود حيلي. خلص تقبريني خلص، الله يرضى عليك، اسمعي كلمتي. ما بدي خالفكم الرأي يا بيت الجود والكرم. يلا لك على بين ما تخلصي اكلك رح نوضب لك اوضه بالفندق، اهدى واروق واشرح. انا شبعت الحمد لله، كتر خير. لكن يا مو خذيها لفوق على استغفر الله العظيم يا اختي. استغفر الله. اهلا وسهلا يا ميت. اهلين وسهلين.
اهلا وسهلا عميد. اهلين حبيبتي. يا عميد اهلين وسهلين. يقبرني هالوشه. تخلي لي اياكي يا رب. اهلا وسهلا. شرفت تقبريني. شرفتني. يا عميد اهلين. يلا رح اعمل لكم القهوه. اي تقبريني. وانا حروح معي. اهلا وسهلا. شو زختك اختي؟ والله داعي لك تقبريني. يا عميد اهلين وسهلين. معقولة خانوا بنت عالم الناس وكنت حبها من صمصيم قلبي؟ ما عاد تطيق جيتها لعنا ولا عاد تطيق اسمع باسمها؟ انا عارفة ليش هيك عم يصير فيني. يا عميد اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي. تسلم هالايدين. اهلا وسهلا. عادي تقبريني عادي شوي. عم طالب تفضل. اقول لحالي بما انه صالحة يخزي العين حولها وحواليها كبرانة وصايرة مثل القمر وشكلها شكل عروس، ليش ما تكون من بين هالعرايس؟ لا ايوه مو وقتها بنوب يا خانم. يوه لكن امتى وقتها حبيبتي؟ وقت اللي بتكبري وبتعنسي وما بقى حدا يدق بابكم؟ لكن حلوة يا خانم، انا اختي جوزها مو معروفة وين ارضي، واختي الثانية الله اعلم امتى رب العالمين رح يعافيها، وانا روح واتجوز وافرح؟ لا مو حلوة بنوب يا خانم. والله صالحة معها حق تقبريني، يعني هلأ جوازتها مو وقتها بنوب بنوب. أنا معك أختي أم طالب أنت وصالحة، بس كمان جوزها لمال الشام بجوز تطول رجعته كتير، ومريم كمان يعني الله يعافيها. لا أيوه تقبريني، شو تطور رجعت جوزها لمال الشام؟ عم حمزة أكد لنا إنه اليوم قبل بكرة رح يلاقي. إيه إن شاء الله يا رب. وبنتي مريم بإذن رب العالمين اليوم قبل بكرة رح ترجع مثل ما كانت وأحسن. إيه إن شاء الله. أنا بصراحة قلت لحالي بيجي وبعمل واجبي معكم، يعني بما أني لفيت على كل أهل الحارة. أصيلة تقبريني، أصيلة وصاحبة واجب. تسلميلي. يا جماعة أنا صار لي فترة بيجي لعندكم بس ما بشوفها لمريم، وينها؟ إن شاء الله بتقبريني. هي بنتي مريم مو عم تاخد دواها؟ بقى دغري بتنام. أنا قلت لها هالحكي للمعاد خانم من دخلتها ياما. إيه الله يحمل معه ويعافيها يا رب. آمين. الله يسمع منك تقبريني. يا ميت أهلين وسهلين. الله يفرج علينا ويحمينا من كل مكروه. يا رب. السلام عليكم. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شرفنا يا أختي. أهلا وسهلا فيكي. الله يزيدك شرف وقدر وعز كل عمرك وزمانك وما يحيجك لمخلوق يخلق يا سيدي. يا أهلا وسهلا فيكي. هلأ أنت من القلمون من وين حضرتك بالضبط؟ من آرة يا سيدي. من آرة؟ إيه والله والنعم. من بيت مين؟ من بيت جراد. ايه اكرم وانعم اكرم وانعم. منك ومن عيالك. يا ابي انا حبيت العزميه. شو هالحكي؟ لك دخيل عينك. طالما حبيتها خلص نحن بدنا نحطها فوق راسنا. ليه هيك؟ منيح. دخيلك انا. اسلم راسك يا رب. لك شو هالحكي؟ معقول نسينا القهوه؟ انا عندك عمي. لك كرمال واجبك عم بيطاير. اسلم واجبك ولو. أنا بصراحة ما حبيت فتحك بالموضوع بالخان. قلت لحالي بدعيك على البيت مشان تعرف محبتك ومعزتك عندي. كبير وأصيل من يوم يومك. تفضل قلي عمي. عمي طاهر، موضوع العرس اللي عم نحكي عنه بالحارة. خير يا عمي أبو طالب؟ عمي طاهر، أنا تفاجأت إني ما لقيت لا اسمك ولا اسم سيفو. ليش؟ هل هي هي القصة عمي؟ والله شغلت لي بالي، هذا هو الموضوع؟ ليش قليل الموضوع عندي لك طاهر؟ يعني أقرب الناس إلي واللي واقفين بجنبي وتصير هيك ذعكة ما يطلع لهم حصة معقول؟ أي إلي بصراحة ليكون متجوز أنت وسيفه مخبين عني. أعوذ بالله يا معلم، إيه أنا ما بقدر حرك إيد عن إيد إذا ما أخذت شورك وإذنك. لكن ليش مو مسجلين أسماءكم أنت وسيفه؟ جنابك سألتني وأنا رح أجاوبك بكل صراحة. هات لشوف. هذا يا عمي أنا وسيفه صبرنا بصبر بعض ونحن اثنين ما عندنا مسكن نتقاوى فيه. شيء ما عندكم مسكن؟ ايه ومعلومك يعني انت بتعرف انه سيفه من يوم يومه بينام بالخان، وانا بس تزور حرمة اخي الله يستر عليها ببيت اهلها بروح لعند اخي وبشق عليه وبطمن.
هلا البيت مو لك ولاخوك؟ بلا عمي بلا. معناتها مسكنك موجود. جنابك مالك غريب، انا مرت اخي قويه كثير وحيه من تحت تبت، وحاولت توقع بيني وبين اخي لحتى تزتني برات البيت ويفضلها الها ولاولادها. يا لطيف. مشان هيك انا قصرت الشر وتركت البيت وصرت نام بالخان وساتر الله. اخوك شو رايه بعمايل مرته؟ اخي درويش مسكين على باب الله وما بيقدر يوقف بوش حرمته منوب كرمال اخوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس يا طاهر، اللي خلفه ابوك الك ولاخوك، وانا مشان اقصر الشر تركت اللي الي لاخي يا عمي ابو طالب. عمي الله محيي اصلك، الله محيي اصلك، كبرت بعيني كثير. تربايتك عمي تربايتك. اسمع، اذا المشكله مشكله سكن اعتبرها منتهيه. من بكره الصبح بتروح انت وسيفو بتنقلوا الاغراض من بيت الكباده لبيت النصيه، وهذا البيت اعتبره لك. وسيفو من سكنه ببيت المشرقه، هي هو فاضي وفاضي ما له بحاجته. بس هيك كثير يا عمي. لك وحد الله عمي وحد الله، غالي انت لك طاهر. لا اله الا الله محمد رسول الله. واي احلى فنجان قهوه. اي والله عشت احلى عمي ابو طالب. عشت. أنا أبو طالب يا عزمية، افتحي. مسيك بالخير يا سيدي. كأني لمحتك ورا الشباك عم تتنوعي. أي مزبوط. خير؟ ليش لهلا سهرانة؟ إيه بصراحة يا سيدي كنت جوعانة كتير وما عم بحسنها. إيه ولما لقيت أهل البيت نايمين قمت خجلت إنه في حدا أقول إني جوعانة. معقول يا عزمية؟ أنت من أهل البيت؟ إمتى ما بدك بتنزلي وبتحطي رجلي وتاكلي؟ بس عزيز النفس بتصعب عليه يا سيدي. لا يا عزمي عيب. يلا انزلي رح اقول لعم طالب. يسعد مساك مشان الله ما تواخذني. غفيتي؟ غفيت عيني والله على قد ما تعبت اليوم شغل البيت. الله يعطيك العافية. يعافيك خليك. تعشيتوا؟ طبعا تعشينا. معقولة ننام بدون عشاء؟ عزمية تعشيت معكم؟ يو معقولة نتعشى من دون ما نطعميها للمرأة؟ إي الله وكيلك، اللهم صلي على النبي، أكلت وأكلت وأكلت. قال من سنين وأيام ما أكلت هيك أكل المعترة. المرأة برا ما عم تقدر تنام قال جوعانة. يو جوعانة؟ لك المرة برا عم تستنى حدا يحط لها أكل قومي. يو ولي على قامتي يبعد حمل الجوع. تقوم حط لها أكل يا لطيف على هالقصة.